دكتور أيمن مختار تفضل، هو كمان واللي عرفته ان هو عايز يعني يقدم اعتذار لحضرتك على الواقع، عايز اعرف الموضوع ده حقيقي ولا لا، وهل يعني هتقبلي هذا الاعتذار؟ انا سمعت ان سيادة المحافظ كان طلب من حضرتك يعني القدوم لمكتبه انه هيعتذر، عايز اتاكد من صحة الموضوع ده ورد فعل حضرتك عليه. هو الحمد لله جات لي إشارة امبارح ان سيادة المحافظ بيستدعيني لمكتبه، بس انا مش الحمد لله مش عايزه اعتذار ولا حاجه. انا اعتذاري الوحيد ورد كرامتي الوحيده ان ارجع بين اسرتي، بين مدرستي، بين الناس اللي انا شغاله معاهم، اكمل الرساله اللي انا كنت عايزه اخلصها. يعني المفروض ان في التوقيت ده انا بجهز ان انا اجيب حلاوه للمولد النبوي للاطفال، ان انا بجيب حاجات للايتام اوزعها عليهم، المفروض ان انا في الوقت ده بنجهز لكده. يعني احنا والزملاء بنجيب وبندفع من جيبنا عشان نفرح الناس في الوقت ده. يعني هو حضرتك عايزه ترجعي المدرسه يعني مره تانية، وانا اللي شفته في الفيديو ان سياده المحافظ قال ان حضرتك بيعزلك يعني من منصبك كمديره للمدرسه، حضرتك عايزه ترجعي مره تانية مديره لمدرستك اللي انت فيها؟ ارجع لاولادي، ده اقل حاجه ممكن، او اقل رد اعتبار ليا ان انا ارجع بين اسرتي، بين عيلتي، بين ولادي وبين ولادي. يعني تخيلي عندي 3 اولاد توأم صغيرين ايتام، كل يوم الصبح يجي يسال عليا في المكتب. مرتبطه باولادي جدا في المدرسه، ومرتبطه بزمايلي جدا في المدرسه، وكنت اتمنى ان اقضي المولد النبوي معاهم بصراحه. هل في اي كلام عن ان حضرتك باذن الله يعني يتم التراجع عن هذا القرار؟ وقبل ما اسمع ردك انا بس حابه اقول ان زميلنا في الاعداد برنامج الجمعه في مصر تواصل مع سياده محافظ الدقهليه الدكتور ايمن مختار علشان يشرفنا ويكون ضيف كريم معانا ويعلق على هذه الواقعة ويحكي لنا اللي حصل من وجهة نظره، لكن يعني سيادة المحافظ رفض التعليق وفضل يعني عدم الخوض في هذه المسألة، وده كمان شيء يحترم. احنا كان الهدف من التواصل مع سيادة المحافظ ان يمكن الفيديوهات اللي انتشرت يعني الكل يمكن مركزش قوي مع مسألة ان في مشاكل في المدارس الحكومية، وركزوا اكتر مع رد فعل سيادة المحافظ. عشان كده سيادة المحافظ احنا كنا هنتشرف بوجود حضرتك معانا. اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا استاذة كريم. بقول لحضرتك المشاكل مش على مستوى وزارة التربية والتعليم بس، مشاكل العمال دي يعني تعتبر مشكلة عامة، واحنا بنحاول ان احنا نحتويها. عايز اقول لحضرتك التعليم الابتدائي اكتر منظومة عندنا مطحونة في الشغل، يعني بيشتغلوا بجدية وبضمير عندنا هنا في الدقهلية عموما. العمال بالنسبه للعمال فعلا ما فيش موجود عمال في المدارس، واحنا بنجيب عمال وبندفع لهم من معانا، دي برضو ما هيش مشكله. احنا بنحاول ان احنا نعيش في مكان كويس وبنحب عملنا، عشان كده بنضحي بكده. ويعني احنا مش مستائين اصلا كده، لان احنا بنحاول ان احنا نأدي واجبنا باي طريقه، بقى بنحاول ان احنا نأدي الواجب بتاعنا باي طريقه. هو كان ايه رد فعل اسره حضرتك يا استاذه كريمه على الواقع؟ عايزه اقول لحضرتك ان الدنيا عندي في انا عندي ولد هيتجوز كمان كام يوم، مفروض ان انا دلوقتي مفروض افرحه وافرح معاه، مش حاسه بالموضوع ده خالص. عندي ولد في الثانويه العامه، كل شويه يا ماما احنا نفسي الدنيا ترجع زي الاول، يا ماما انا نفسي حياتنا ترجع زي الاول، انا مش عارفه ارجع الوضع زي الاول. طبعا لان انا اعتبر الام والاب ليهم، باباهم متوفي، فبصراحه وحتى مش عارفه اتفاعل مع يعني مع شغل الفرح بتاع ابني يعني، والحاجات اللي المفروض ان هي تتعمل اليومين دول. وربنا المستعان ويعدي الازمه دي على خير ان شاء الله.